نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد لدي عمة لا أصلها خوفا من أن تسحرني أو تلقي بي في المخدرات والمسكرات، يقول هل علي ذنب في عدم الصلة؟ إذا كان هذا حقيقيا وأنها بهذه الصفة التي ذكرتها فأنت معذور في مقاطعتها حفاظا على دينك. أما إذا كنت إنما تشك شكا ولا تجزم فواصلها، واصلها، لأنها لا يسقط حق القرابة إلا إذا علمت أنها على الوصف الذي يخرجها عن مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.